صوتي واضح ولا واطي ولا؟ صوت واضح جميل. طيب الحمد لله. بكرا. تمام ده مظبوط. start will stop. اوكي ماشي continue. ما ننساش نشير السكرين. تمام تمام كده السكرين بتاعتي واضحة عند الناس. اعتقد ان السكرين دلوقتي بتاعت محمد اشرف مش بتاعت حضرتك. أنا عملت شير السكرين بتاعتي دلوقتي، المفروض تكون باينة. لا لا، هي لسه بتاعت محمد اشرف. هل محمد أشرف عشان الأدمن مثلا فمحتاج إن لا يأكسبت لا إن لا أنا غيرت؟ لا لا خالص. دلوقتي السكرين بتاع حضرتك. طب شكرا يا حضرتك دكتور. قعدت تشرح بعد كده؟ نعم حضرتك قعدت جبت تشرح اللي بعد كده؟ اجيب الشريحة اللي بعد كده. ايوه جبت تمام الشريحة. كده شغاله. تمام طيب تمام بسم الله. السلام عليكم جميعا. دي اظن المحاضرة رقم 5 في الكورس في الكور في مجموعة المحاضرات بتاعة الكونستراكشن كورس اسميتيك اناليسيس. ان شاء الله النهاردة هنغطي الجزء الثاني والاخير في الاكويبمنت كوست. تمام فنفتكر تاني احنا فين على الكورس ماب بتاعتنا. زي ما قلنا اللي احنا ناويين نتكلم عليه الاستيميتنج والاناليسز، واحنا في الاستيميتنج غطينا الرف استيميتنج، وبنتكلم دلوقتي على الديتيلد استيميتنج. اتكلمنا قبل كده عن الليبر كوست، وغطينا حوالي نص الاكويبمنت كوست المره اللي فاتت. ان شاء الله النهارده هنخلصها. وتاني فين الكلام ده بالنسبه للتسعير النهائي بتاعنا؟ احنا ما زلنا في المنطقه بتاعه الدايركت كوست. اتكلمنا على الاكويبمنت، دلوقتي بنتكلم عن الليبر كوست. اسف اتكلمنا على الليبر، دلوقتي بنتكلم عن الاكويبمنت كوست. زي ما قلنا برضو قبل كده في المحاضرة اللي فاتت ان الاكويبمنت كوست يعني هي حسبتها بسيطة. انت عندك كمية الشغل بتاعتك اللي بتجيبها من الحصر بتاعك بتقسمها على البرودكشن ريت، اللي هو انا بنتج كام وحدة في الساعة او في اليوم على حسب انت شغال بأنه يونت. بتجيب منين الريت ده؟ ممكن تجيبه من السبلاير بتاعك، ممكن تجيبه من لو في مثلا ستاندردز بابليش، او بتجيبه من الداتا بيز بتاعتك انت كشركة. تضرب الكلام ده في الكوست بتاعي او الريت بتاعي. نفس الكلام الريت ده بجيبه منين؟ يا اما السبلاير بيديك ريت تقريبي للمكنه بتاعته، هو عارف الماكينه بتاعته شغاله ازاي فهو ادرى بيها، او بتشوف والله السوق لو في داتا منشوره عن السوق سواء من شركات او مؤسسات اكاديميه او بيزنس زي الحاجات بتاعت الار اس مينز، او برضو من التكاليف السابقه بتاعتك في الداتابيز. وزي ما قلنا ان في النهايه هيبقى الار دي اللي هي في النهايه التوتال كوست بتاعت الاكويبمنت بتبقى مكونه من جزئين، الاونر شيب او الاكوزيشن كوست اللي اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، زائد الاوبريشن كوست اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي. نفتكر لما اتكلمنا على البوث كوستس فقلنا في الاونر شيب او الاكوزيشن انت بتتكلم على الديبريشيشن او التهالك بتاع المعده، الانفستمنت او الفاينانسنج بتاع المعده، الانشورنسز، التاكسز، الاستورج بتاعتها، ولو في ميجر ريبيرز اند اوفر هولز. وناقشنا المره اللي فاتت ليه مع انها ريبيرز يعني المفروض تبقى تبع الاوبريتنج ليه حطيناها تبع الاوننج؟ قلنا عشان خاطر هي بتضيف لعمر المعده، بتغير في عمر المعده، فانت كانك بتعمل انفستمنت في المعده، فعشان كده احنا بنعتبرها تبع الاونر شيب كوست. النهارده هنتكلم على الاوبريتنج، فهنتكلم على الفيول كوست، البنزين او وات ايفر مصدر الوقود بتاع المعده. هنتكلم على السيرفيس كوست، السيرفيس اللي هي يعني الصيانات الدوريه العاديه زي ما بتغير الزيت بتاع المعده الكلام ده. هنتكلم على ريبير كوست التصليحات، وهنتكلم على التاير كوست الكاوتش، وبعد كده هنتكلم على سبيشال ايتمز زي مثلا لو عندك مثلا حفار مثلا فلسنان مثلا بتاعه الحفار دي بتتكسر كلام من ده، فدي سبيشال ايتمز بيبقى ليها حسبه برضو شبه التاير. واخيرا الاوبريتور ويج او الاجر بتاع اللي بيسوق المعده دي. تمام فنبدا نغطي اول حاجه اللي هي الفيول كوست. الفيول كوست انت بتحسبها يعني بالساعه او باليوم على حسب انت عاوز تشتغل ازاي، بس في الغالب بتبقى بالساعه، ساعه التشغيل. فبتبقى عباره عن استخدام انت بتستخدم قد ايه في الساعه، ده اللي بيحتاج منك الحسابات، مضروب في سعر الجالون او سعر اللتر ايا إن كان انت بتستعمل انه يونت، فسعر وحده الوقود بكام. فانت بتشوف انا بستخدم وقود قد ايه مضروب في سعر وحده الوقود قد ايه. بجيب الكلام ده منين؟
طبعا سعر وحدة الوقود دي خلاص يعني انت السوق اللي انت شغال فيه يعني من البنزينة اللي جنبك يعني خلاص انت عارف انت هتمون منين، فانت خلاص السعر معروف يعني. يعني مثلا حاجة زي مصر خلاص هو السعر الثابت، حاجة مثلا زي امريكا في دول تانية لا، كل بنزينة ممكن تلاقي لها سعر مختلف يعني، بنزينتين قصاد بعض هتلاقي هنا سعر وهنا سعر مختلف، ان يعني في النهاية الموضوع يعني مش مقيد من الدولة، فعلى حسب انت فين بتشوف والله السعر وتشتغل على اساسه. طيب بجيب الفيول كونسامشن بتاعتي منين؟ او استهلاك المعده بتاعي للوقود منين؟ يا اما برضو من الداتا بيس بتاعتي، ادى انا عندي الداتا بيس الشركه بتاعتي فانا اوريدي عندي المعده دي يعني المعده دي بتاعتي اصلا، فانا عارف والله هي بتشتغل بكذا، بتحرق كام جالون في اليوم او في الساعه، فانا عارف ان انا استعملتها قبل كده وعندي هيستوريكال داتا، او بعتمد على المانيفاكتشر مانيوال اند داتا، ودي المفروض بتكون متاحه يعني اصلا من مصلحه الشركه سواء مثلا كاتربيلر جون دير او ايا كان، ان هو يخلي لك الداتا دي متاحه، ده جزء من التسويق بتاعه، ان هو انت في النهايه الاستيميتور يحب المعده دي والناس تحب تتعامل مع المعده دي ان هي فيها داتا متاحه، فده جزء من الباكج بتاعت المعده. فمثلا ده مثلا ففي مثلا زي البرفورمانس هاند بوك ده بتاع كاتربيلر بتلاقي فيه معلومات ملحوظه على جنب يعني الساعه بتاعت نوع المحرك نفسه والساعه بتاعته بتاثر، فالنوع نفسه مثلا فيقول لك مثلا محركات الديزل بتستخدم وقود اقل من محركات الجازولين من 40 ل 60%، يعني دي ملحوظة على جنب كده تمام. فلو مثلا اتكلمنا على استهلاك المعدة قد ايه، فلو مثلا رجعنا زي ما قلنا احنا ممكن نجيبها من المانيوال، لو انا ما عنديش في الداتابيس بتاعتي داتا هنجيبها مثلا من المانيوال، فهنا مثلا دي لقطة من المانيوال بيتكلم على الكاتل بيلر الموديل اللي هو 5000 سيريز فرونت شابل. الفرونت شابل لو ما حدش يعرفه هو شبه اللودر او الحفار بس اتجاه السلاح بتاعه العكس، هو بدل ما اللودر والحفار بيقطعوا من فوق لتحت الفرونت شوبل بيقطع من تحت لفوق، بيستخدم دايما في الحالات مثلا زي ان انت على مستوى واطي وبتحفر حاجه على مستوى عالي اعلى منك، فدي بتبقى اسهل ان هو بيقطع من تحت وبيطلع لفوق مثلا، بس ليه استخدامات كتير يعني غير دي، بس يعني هي دي الفكره يعني لحد ما عشان بس يبقى عندك تصور. فالفيول كونسامشن بيقول لك ايه؟ فبيقول لك والله بيبقى بينزل لك على حسب الموديل، فانا مثلا بقول لك مثلا الموديل مثلا ال 5000 سيريز دي هو عنده تو مودلز اللي هو 5130 بي و5230، فبقول لك على حسب انت ايه ظروف تشغيلك. انا ظروف تشغيلي والله يا اما لو يا اما ميديوم يا اما هاي، فانا في النهايه ظروف تشغيلي يا كده يا كده يا كده، وبناء عليه انت بتستهلك في اليوم او في الساعه ايا كان، وبيديك الريت انت بتستخدم ما بين كذا لكذا ما بين كذا لكذا، هنا باللتر وهنا بالجالون على حسب تستخدم انهي يونت. ففي النهايه فانت ترجع للمانيوال بتاع المعده، انت عارف المعده اللي انت بتستعملها اللي عندك او اللي انت هتاجرها، فانت بتشوف معدات. طبعا لو انت ماجر معده ممكن في النهايه على حسب الاتفاق ما بينك وبين اللي بتاجر منه، هل في النهايه هو بيبقى هو شايل الحاجات دي كلها يعني، هو في النهايه هو اللي بيغطي يعني هو في النهايه بيجيب لك المعده بالسواق بتاعها وهو المسؤول عن تموينها والكلام ده، انت بس بتدفع ايجار المعده، ولا انت اللي هو بيديك المعده ويسيبها لك في الموقع وانت اللي بتقوم بالحاجات دي، فعلى حسب الديل بتاعك ما بينك وما بين اللي بيأجر لك المعدة دي شكله ايه. فهو في النهاية فانت بتشوف الموديل بتاع المعدة وبشوف والله بتستهلك قد ايه بالمانيوال. في ناس تقول لك يعني بعض الناس في الاستيميتنج يقول لك يعني في ارقام محفوظة هي 0.06 جالون لكل هورس باور، يعني كل هورس باور من ساعة او حصان من ساعة المحرك في الساعة، ويقول لك والله لو جاز انجن يبقى 0.04، لو اسف لو ديزل. ففي ناس بتعمل كده يعني، بس هو في النهايه ليه يعني ليه؟ لما انا ممكن اكون ادق من كده والديتا متاحه يعني، لو عندي اكويبمنت الديتا متاحه ايه اللي يخليني اخد حاجه زي كده؟ الا لو انت مش عارف خالص الموديل بتاعك بقى والكلام من ده، فساعتها يعني فساعتها مش منطقي، ولو ان برضو انت ممكن يعني في النهايه تاخد ارقام تقريبيه من المانيفاكتشرز على المعده. يعني انت لما بتقولي 0.06 0.04 هل ده اللودر ولا الحفار ولا الهراس ولا وات ايفر، فانت فليه فانا عندي اوريدي ممكن اجيب ديتا اكتر من كده، بس في ناس بتحب تستعمل الفورمولاز دي يعني براحتها. ده من ضمن المانيوالز ممكن يقول يعني هو بيوصف لك يعني انت في النهايه مثلا هنا لما بيقول لك ظروف التشغيل بتاعتك لو ولا ميديوم ولا هاي او اللي هي، فهو بيعرف لك يعني ايه اللو او ميديوم او هاي، بحيث يبقاش انت في تخيلك اللو ده حاجه والميديوم والهاي دي حاجه. فهنا مثلا مثلا في نفس المانيوال مثلا بتاع كاتل بيلر، فلا بيقول لك لو مثلا بيقول لك هي عباره عن ايه؟
light industrial or construction site duties. يعني هو بيعمل مهام خفيفة سواء السايت ده صناعي او construction تشييد زي بتاعنا احنا. بيعمل ايه؟ بيقول لك moving light loads with bucket or pallet forks. يعني هو في النهاية بيشيل احمال خفيفة، هو شغلته مثلا هو قاعد بيشيل احمال خفيفة، الناس بتستعمله ان هو يشيل احمال خفيفة في الباكت بتاعته، او لو هو عنده شوكة بيرفع بيها مثلا كلام من ده. وبيقول لك ما بيشتغلش على طول، not continuous duty، considerable idle time، يعني في جزء considerable او جزء لا بأس به بيبقى عطلان واقف ما بيشتغلش. فبقول لك مثلا في يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك الماشين could be working on average 2 hours or less per day. يعني في النهاية اللودر ده مثلا اللي بيشتغل ساعتين في اليوم او اقل. فده كده لو الميديوم بيديك تعريف لي، الهاي بيديك تعريف لي، بيديك مثلا تعريف بشكل مختلف. بيقول لك مثلا اللود ده فاكتور جايد، في النهايه الايه اللي قصده ايه، اللي هو بيقول لك افريج انجن لود، يعني انت بتستعمل قد ايه من المحرك، بتحرق قد ايه في المحرك وانت شغال. هل مثلا بتحمل مثلا حموله كامله مثلا من حموله الباكت فالبنزين بيحرق على الاخر، ولا مثلا هو بيمشي بالباكت بتاعه اولموست فاضي ما بيحرقش قوي كلام من. فبيقول لك هنا والله لو لو يبقى من 35 ل 50، ده يبقى اللي هو الانجن لود. لو ميديوم من 50 ل 65، لو هاي من 65 ل 80، وهكذا. فدي يعني تعريفات ان هو ازاي بتتعامل مع ازاي افهم كلمه لو، افهم يعني مهم ان انت تفهم يعني لو وميديوم وهاي دي بمنظور اللي حاططها، بمنظور اللي عامل المانيوال مش منظورك انت. ما تجيش انت تقول والله في الموقع الشغل بتاعنا ده ميديوم او لو او هاي، لا انت شوف هو قصده ايه بلو ميديوم وهاي، بحيث تبقى انت دقيق. انت ممكن تكون متخيل اللي انت بتعمله ده مثلا ميديوم، بينما هو في منظور مصنع المعده لا ده لو. فساعتها انت هتعمل ايه؟ هتسعر بشكل زائد، او ممكن انت تعمل العكس، انت تقول ان هي لو بينما هي ميديوم، فانت ساعتها هتسعر بشكل ناقص. في الحالتين انت كده مش دقيق. تمام. في ناس بتعمل ميثودز تانية يعني، بس يعني تاني يعني لو انت عندك مور اكيوريت داتا مش محتاج تخش في السكه دي كلها. يعني بيقول لك والله مثلا لو جازولين انجن فكميه الفيول بيرن اللي هو كام جالون في الساعه، فبيقول لك اضرب 0.7 في الهورس باور في اللود فاكتور، واقسمه على اقسمه على 6.2، ونفس يعني معادله بنفس الفورمولا مجرد ارقام مختلفه. لو ديزل ايه اللود فاكتور؟ قال لك ده على حسب برضه الاوبريتنج كونديشن ونوع المعده. وده مثلا مثال. فبقول لك والله لو مثلا فيفربل مثلا يعني عاديه او يعني سهله، والله لو هو مثلا المعده دي مثلا بعجل وشغاله وماشي على بيفمنت مش ماشي مثلا على رمله او طين او كلام من ده، فوالله فالفاكتور ساعتها يبقى بربع. لو هي مثلا لا لو هي مثلا بتراك يعني هي على جنزير مش على عجل، فيقول لك لا خلي الفاكتور ده بنص، وهكذا. بس تاني طبعا يعني الاكثر دقه يعني which is better بالنسبه لنا، الاكثر دقه طبعا لو انت عندك الداتا بيز بتاعتك في الشركه، فانت اوريدي عندك ارقام مجربه، مع الاخذ في اعتبار طبعا ان انت بتحاول تحيد الكونديشنز بتاعت المشروع بتاعتك. بمعنى يعني ما ينفعش مثلا انا كنت مثلا في مشروع مثلا احماله تقيله وشغله تقيل مثلا، فكانت مثلا الكيس مثلا كانت سيفير، واخد الرقم هو واحطه على يعني واخد نفس الرقم بتاع الاستهلاك بتاع الفيول ده واحطه مثلا على مشروع كانت الاستعمال فيه هيبقى خفيف او فيفربل، فساعتها انت بتحط فلوس اعلى من الواقع او العكس. انت كنت مثلا الاسعار اللي عندك على مشروع خفيف كان الشغل فيه خفيف، وانت هتدخل المعده في مشروع تقيل، فساعتها لا انت هتعمل اندر استيميشن للكوست بتاعتك. تمام. فدي كده كانت الفيول كوست. بعد كده السيرفيس كوست. السيرفيس المقصود بيها اللي هي مثلا الزيت، الهيدروليك فلويدز بتاعت البيستنز بتاعت المعدات، الفلاتر، الشحم، زائد تكلفة الصنايعي أو تكلفة الميكانيك اللي بيعمل المينتنس دي. بس فالسيرفيس كوست بتبقى بناخدها دايما فراكشن أو جزء من الفيول كوست. ودي فكرة كويسة. ليه فكرة كويسة؟ لأن أوريدي الفيول كوست واخدة في اعتبارها حاجتين، واخدة في اعتبارها الإكويبمنت سايز يعني حجم المعدة، مش السايز مش المقصود بيها المقاسات، لا السايز اللي هو قوة الموتور والكلام ده. فهو اوريدي فقوه الموتور والكلام ده بتنعكس على اللي هو بياخد زيت قد ايه وبيحتاج فلاتر قد ايه والكلام ده. فانت اوريدي يعني في الفيول كوست انت خدت اوريدي الايكويبمنت سايز في اعتبارك، وخدت وانت بتحسب الفيول كوست قبل كده خدت في اعتبارك ظروف التشغيل، بتحرق قد ايه كلام من ده، بتهلك في المعده قد ايه، فبتحرق مثلا الزيت مثلا بيتعكر بسرعه فمحتاج تغيره كلام من ده على حسب الاوبريتنج كونديشن بتاعتك. فده اوريدي يعني تيكن انتو كونسيدريشن او مأخوذ في الاعتبار وانت بتحسب الفيول.
فده بيخلي ان انت يعني فكره ان انت تعتبر السيرفيس كوست من جزء من الفيول كوست ده شيء منطقي. طيب الفراكشن ده بقى بحدده ازاي؟ احد الحاجات برضو ممكن بتحسبها برضو من الداتابيز، انت يعني قبل كده كذا مره احتاجت تغير زيت ومش عارف ايه، فانت في النهايه هتقارن والله وتشوف نسبتها قد ايه من نسبه تكلفه الوقود اللي انت برضو عندك في الداتابيز. ممكن لا يعني لو ما عندكش الكلام ده فهنرجع تاني للمانيوال او الهاند بوك بتاع او الداتا بتاعت المصنع بتاع المعد، ما لقيتش الكلام ده ممكن تروح للديلر بتاع المعد نفسه بتساله. يعني في النهايه الديلر ان هو في بعض الاحيان انت الناس مثلا بتروح للديلر هو اللي بيغير لها الزيت والفلاتر ومش عارف ايه والكلام ده، فهو اوريدي عنده الكوست بتاعتها فبتاخد منه الكوست بتاعتها. او لو انت اصلا بتعمل الخدمه دي عنده، يعني انت ما عندكش ميكانيكيه بيعملوا الحاجات دي، فانت كده كده بتوديها للديلر، فساعتها انت اوريدي الكوست بتاعتك هتبقى هي اللي بيقول لك عليها ان هو تتعملها عنده. بس طبعا يعني في ناس تقول لك الكلام ده مش فيزابل، لان بالذات احنا بنتكلم على معدات تقيله، ما بنتكلمش على عربيه ملاكي بتاعتك انت بتوديها للديلر عشان خاطر يعمل لها صيانه. فمثلا تخيل مثلا لو مثلا حفار مثلا على جنزير، فانت اصلا عشان يمشي ولا يتنقل ده ممكن تحتاج تصاريح مرور او كلام من ده، او ممكن ولازم هيتحمل على العربيه نقل ان هو جنزير فهيبوظ الاسفلت فمش عارف ايه. ف ساعات لا ساعات في كثير من الاحيان يقول لك لا ارخص لنا ان احنا يبقى عندنا ميكانيكي، بالذات لو انت عندك كذا معد، فخلاص هو ميكانيكي ماسك المعدات دي كلها بيعمل لها الكلام ده. تمام. لو انت تاني احنا قلنا النسبه انت ممكن تجيبها يعني من الداتابيز، او ممكن والله في ناس تقول لك يعني في ارقام متعارف عليها موجوده في الريفرنسز والكتب يعني، فاون افريج يقول لك والله على حسب الظروف بتاعتك زي ما احنا قلنا، لو انت الظروف بتاعتك فيفربل فوالله هي بتبقى 20% من الفيول كوست، لو سيفير مثلا بتبقى 50% من الفيول كوست او ايا كان، فدي مجرد نسب استرشاديه. في ناس بتعتبر تقول لك يعني هي اهم حاجه في الموضوع هو الاويل واللوبريكانس والكلام ده، فبيقول لك والله هي معادله، هي والله نفس المعادله، يقول لك الهورس باور اضربها في الاف، ايه الاف ده يا جماعه؟ ده الاوبريشن فاكتور بتاعك زي اللي احنا وريناه في الفيول، اضربها في 0.006 لكل باوند على ده باوند على كل هورس باور في الاور في الساعه، واقسم على 7.4 زود عليها السي ار تي، السي اللي هي الكرانك كاباسيتي يعني كميه الزيت اللي انت بتحطه في الجير بوكس او الكرانك بالجالون، واقسمها على التي اللي هو عدد الساعات اللي بنحتاجها ما بين كل تغييره والتانيه بتغير زيت كل قد ايه، وبيقول لك افترض دايما ان هي بين 100 و200 بس. تاني دي مجرد يعني معادله استرشاديه. فانا تاني نرجع نفس السؤال which is more accurate، طبعا الداتابيز تبقى دي حاجه ممتازه جدا، لو عندك المانيوال وانت عارف المواد اللي هتستخدمها ده يعني قريب للواقع الى حد ما، لو مش عارف خالص يعني خلاص ممكن بقى تاخد يعني المعادلات دي يعني تبقى افريج الافريج يعني. تمام. بعد كده التصليحات الريبير كوست. طيب ايه الفرق بينها مثلا بين السيرفيس اللي قلناها قبل كده او التاير؟ فهو بيقول لك الريبير كوست دي هي كل التصليحات ما عدا ثلاث حاجات، الكاوتش سواء تغييره او تصليحه، والريبليسمنت بتاع الهاي وير ايتم زي ما احنا قلنا ليه، او السبيشال ايتمز اللي احنا قلنا دي ليها ايتم لوحديها، او السيرفيس اللي احنا قلناها من شويه الزيت والكلام ده، او طبعا اللي احنا قلناه في الاونينج كوست بس ما قلتهاش ان هي دي بنتكلم عن الاوبريتنج اللي هي لو ميجر ريبيرز. نفس الكلام. طب مصادرك ايه عشان تعرف تحسب الحسبه دي؟ فيا اما تاني الداتابيز بتاعتك يا اما المانيوالز بتاعت المعده بتاعتك. طيب بتحسبها ازاي؟ ففي ناس بتعتبرها يعني طبعا لايف تايم ريبير كوست ده مش الترم يعني اسم الطريقه، بس هي يعني هي بياخدوها فراكشن من اللايف تايم ريبير كوست، فانا قلت انها هنسميها اللايف تايم ريبير كوست عشان تميز بينها وبين الطرق الثانيه. فاللايف تايم ريبير كوست عباره عن ايه؟ هي عباره عن نسبه من قيمه المعده مطروح منها طبعا قيمه التاير، ان التاير ليه حسبه مختلفه، فهي بقول لك هي نسبه على حسب الظروف بتاعتك بتاخدها نسبه. طيب الريبير كوست دي بتحسبها ازاي؟ قال لك والله انت طبعا كل سنه النسبه دي يعني شكل الريبير كوست دي لو انت هتقسمها على السنين شكل الريبيرز دي هتتغير. يعني انت اول سنه المفروض في المعده لسه جديده فتصليحاتك بتقل، غير اخر سنه خلاص في عمر المعده تبقى تصليحاتك كتير. فلو نفتكر الكلام ده بيفكرنا بالديبريشيشن. الديبريشيشن زي ما احنا قلنا ليها كذا بيهيفير، ودي الرسمه بتاعت الديبريشيشن عشان الناس تفتكرها. فهي نفس الكلام، فهي دي بتديك التوتال ريبير في خلال اللايف تايم بتاعت المعدة، بعد كده بتقسمها على اللايف تايم.
فممكن مثلا تقول مثلا انا مش شغال لينير والعمر المعدة عمرها 6 سنين، فخلاص يبقى التوتال دي هقسمها على 6 وخلاص. وبعد كده لو انت هتعمل التايم فاليو والكلام ده هتقسم بالتايم فاليو والمعادلات اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت. او هتقول لا هي هتبقى هنستعمل اللي هي السام اوف ييرز ديجيتس، بس هتبقى ريفرس المرة دي. لو انت فاكر في السام اوف ييرز كنا بنتكلم ان احنا بنعكس السنين، فالديبريشيشن اول سنة اعلى حاجة، فلو كانت 6 سنين كنا بنقول 6 مقسومة على السميشن، هنا هتبقى العكس. بدل يعني اول سنة هتبقى الديجيت هتبقى 1 بدل كانت ان، لا هتبقى 1 1 زائد 1 لحد ما توصل لان في الاخر المعكوس بتاعها. بس فبحس كأن الريبير هي عكس السلوك بتاع الديبريشيشن. لو انت بتشتغل في اللي هي السام اوف ييرز هتبقى بدل ما هي تبقى نازله ده في الديبريشيشن، الريبير هتبقى عكسها بالظبط. بس دي مثلا سامبل من لو اللي هي البرسنتج قد ايه، فدي برضو من المانيوال هتلاقيها، فيقول لك والله موديل بتاع كذا، فلو ظروف تشغيلك لو تيبيكال هاي مش عارف ايه، بناء عليه دي نسب ممكن تستعملها. في طريقه تانية في نفس المانيوال بيديك طريقه تانية، قال لك والله لا انت ممكن تحسبها بالساعه، سيبك من اللايف تايم والكلام ده، بتحسبها بالساعه على طول. طيب بتحسبها بالساعه ازاي؟ فبيديك تشارتس لكل معده من المعدات، ويقول لك والله تكلفة التصليح في الساعة هي فاكتور بيزك ريبير فاكتور مضروب في حاجة اسمها اكستندد لايف مالتيبلاير. يعني ايه الكلام ده؟ فاداك مثال، فدي مثلا الشارت مديها لك لمعدة، ايه المعدة اللي هي تراك تايب تراكتور، يعني اللي هو تراكتور على جنزير بس. فبيقول لك والله انت بتخش حسب الموديل بتاعك وتشوف الرينج بتاعك، ايه الرينج ده؟ الرينج اللي هو حاطه لك هنا. يعني هنا للاسف مش باينه في الرسمه ان هم يعني عملوا حركه مش ذكيه، ان هو حاطط اسود على اسود فالجراف مش باين. بس يعني لو انت لاحظت ان في ثلاثه زونز اهم، فهنا مثلا ادي البي وادي زون اي هي واقفه هنا، لو انت لو الصوره واضحه عندك، وادي زون سي واقفه هنا. ايه الزونز دي؟ فدي عشان تاخد في اعتبارك ظروف التشغيل المودريت والافريج والسيفير. فانت مثلا لو افريج هتاخد المربع، لو انت مودريت هتاخد الاي في الزون بتاعتها، انت مودريت قد ايه، لو انت سيفير عندك الرينج بتاع السيفير اهو. لو انت مثلا الموديل بتاعك مثلا اللي هو دي 3 سي، فخلاص انا مودريت مثلا، فخلاص فمثلا هتبقى البيزك ريبير فاكتور بتاعي ب 6. بتضربه في ايه؟ بتضربه في الاكستندد لايف مالتيبلاير. ايه الاكستندد لايف مالتيبلاير؟ زي ما احنا كنا بنقول هنا ان السلوك المعده بيعتمد، يعني الريبيرز تعتمد على الديبريشيشن، كل ما المعده تقدم كل ما الريبير بتزيد، دي نفس الفكره بس انا عملها بشكل مختلف. قال لك ايه؟ قال لك يعني لو المعده عمرها من صفر ل 10,000 ساعه تشغيل، يعني في حياتها كلها اشتغلت ما بين صفر ل 10,000، فده يبقى بواحد. لو زاد بقى يعني بقى 15,000 يبقى 1.1، لو 20,000 1.3. هو عمل ايه؟ ان هو بياخد في اعتباره هي شغاله بقى لها قد ايه او هتشتغل بقى لها قد ايه، فبتاخد في اعتبارك الحته دي. فده البيزك ريبير فاكتور بتاخده من هنا بتضربه فيه الاكستندد لايف مالتيبلاير، يديك في النهايه تكلفه الريبير كوست بتاعتك في الساعه. فدي طريقه تانية برضو حسب المانيو. طبعا لو حد بيلاحظ يعني حد خد باله، يعني هي في النهايه ما بنديش حاجه، يعني مفيش حاجه ثابته في الموضوع. يعني احنا ما بنتكلمش مثلا على طريقه ديزاين مثلا، وبنتكلم مثلا في الديزاين في الاستراكشرال ديزاين ووركينج والتيميت ولازم تعملها بالطريقه دي وده تشيك، لا زي ما انت شايف الموضوع فليكسبل. ان هنا احنا بنتكلم على اندستري براكتسز، يعني ممكن تروح شركه يديك طريقه ثالثه خالص مختلفه تماما، وساعتها انت بتقيم ممكن تلاقيها لا طريقه وحشه وممكن دول احسن، او تلاقي ده الطريقه دي عبقريه ومتناسبه ان هم مثلا عشان عندهم هم داتا بيز عملاقه مثلا، فمتناسبه جدا معاهم وبتطلع لك ارقام ادق بكتير. في النهايه الحكم اللي ما بيننا الاكيورسي، الحكم اللي احنا في النهايه هدفنا في الاستيميت ده كله احنا بنعمل ايه؟ بنتنبأ بالكوست، بنحاول نقيم، فهدفنا في النهايه الدقه. فوات ايفر الطريقه اللي هتديك دقه اعلى ده اللي انت بتدور عليه. طيب دي برضو يعني حته من المانيوال، يعني بيتكلم على البيهيفير بتاع الريبير، امتى بعمل ريبير؟ فبيقول لك والله مثلا دي الكومبوننت لايف تايم، انت عارف والله ان الحته دي في الموتور بتاع المعده مثلا ليها لايف تايم معين، طب انا بغيرها امتى؟ فهنا بيديك عمر المعده مع الريبير كوست بتاعتها. بيقول لك والله يعني هي الريبير كوست تبقى كده كده كده، بعد كده عند العمر ده ممكن الريبير كوست تبقى اعلى شويه، بس ده اللي هو ايه؟ قبل الفيلير. يعني دي الفترة اللي هي المفروض نهاية عمر الايتم دي او الكومبوننت دي في موتور المعدة او ايا كان فين في المعدة. فدي الحتة يعني اللي انت لو بقول لك مثلا عمر المعدة دي مثلا 5000، اسف عمر القطعة دي مثلا 5000 ساعة تشغيل، هنا ال 5000 مثلا، بس بعد كده ممكن يحصل بقى الفيلير هتبوظ منك.
فهنا بقى ايه، هنا تبدا تقرر امتى الاوبتيمم بوينت اللي اغير عندها القطعه دي. بس فادي هنا اللي هي هنا قبل ما يحصل فيلير، وهنا الحته اللي احتمال يحصل فيها فيلير، وهنا افتر الفيلير بتاعتي. فهو عشان بعد كده بيديك نفس الرسمه بس غير البلوت. فهنا نفس الكلام الكومبوننت لايف، بس هنا عمل ريبير كوست بر اور، فيبان لك يعني الاوبتمايزيشن بتاعتي، فتلاقي ان الكوست بتقل 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 عند بعد كده تطلع تاني. فهنا دي بقى دي المفروض النقطه الاوبتيمم بتاعتك اللي عندها تقرر انا محتاج اغير البارت ده في المعده واعمل له تصليح. تمام. التاير كوست زي ما احنا قلنا، احنا ليه بنفصل التاير كوست؟ لان هو حاجه يعني هو جزء من المعده والتكلفه بتاعته مش قليله، يعني تكلفه بالذات المعدات الثقيله الكاوتش بتاعها بيبقى مخصوص وغالي، بنفصله لوحده عشان خاطر هو ليه حسبه مختلفه تماما في اللايف تايم، مش مختلفه ليه طريقتها مختلفه، لا ان هو ليه عمر مختلف، فبنعامله على انه يعني حاجه لوحدي. نفس الكلام بنجيب السورسز بتاعتنا منين، يلا يا اما الداتابيز بتاعتي يا اما المانيوال يا اما طرق حسابات هنتكلم عليها. فهنا او فمثلا ممكن اصلا كمان المانيوال مش يديك مثلا عمر التاير او كلام من ده، لا ممكن مثلا يديك على طول مثلا استيميت للكوست على طول. فده مثلا مثال، مثلا فهو هنا مثلا كان بيتكلم على معدات، فيقول لك مثلا موديل مثلا، فدول الثلاثه موديلز مديهم نفس السعر، زون A زون B زون C، اللي هي هنوريها بعدين اللي هو يعني التشغيل. ف او يعني اسمه ايه ده، حسب البيزك فاكتور بتاعتي. فيقول لك والله يعني هتكاد اقف عليك من 20 ل 40 دولار، من 30 ل 80 دولار، وهكذا. طيب نفهم بالتفصيل ايه التاير كوست عباره عن ايه. 1 بوينت يعني المعادله اللي احنا بنستعملها او يعني المتعارف عليها لحد ما، يقول لك 1.15 مضروبه في تكلفه الست بتاعت التاير، يعني الاربع كاوتشات، مقسومه على الاكسبكتد لايف، هو اللي هي هتعيش قد ايه. فدي احد طرق الحسابات اللي احنا قلنا عليها اللي هي طريقه الكالكوليشنز. وايه ال 1.15؟ دي تكلفه التصليحات. هو قال لك يعني استيميتد ان مش كل مره، يعني مش اول مثلا ما الكاوتش مثلا يحصل فيه مثلا ثقبه او الكلام من ده هتروح مغير الكاوتش وترميه وتجيب كاوتش تاني، لا ساعات هتصلح. فكذا مره الكاوتش بيتصلح بعد كده لحد ما خلاص هو تهالك، سواء بقى حصلت له حادثه فانفجر، او عشان خاطر يعني بدا يتمسح ومبقاش مبقاش ليه تراكشن على الارض، او ايا كان هو خلاص ما بقاش صالح للاستخدام، فهتغيره ساعتها عمره انتهى. بس فانت فتكلفه تغييره اللي هي تكلفه السات بتاعت التيار مقسومه على العمر بتاعها، بتزود عليها 15% ده اللي هو بتاعت الريبيرز اللي في النص. في النهايه التاير كوست هي عباره الكوست بتاعت التاير ريبير اللي هي الجزئيه دي، زائد الكوست بتاعت التاير ريبليسمنت. التيبل اللي فات كنا بنتكلم على ايه، التشغيل بتاع ايه، الاي والبي والسي. فمثلا لو انت مثلا هتعتمد على المانيفاكتشر مانيوال زي ما انت خدت منه الجزء ده، فهو بيديها لك ان بيقول لك طب التاير ده اصلا بيعيش قد ايه، يعني انت اصلا جبت اللايف دي منين، هل هتجيبها من الداتا بيز بتاعتك؟ يعني هو في النهايه لما نتكلم على المصادر، انت في النهايه المصادر ايه، المصادر بتاعتنا احنا بندور على ايه في المصادر، بندور على الكاوتش ده بيعيش قد ايه. فلو انت هتعتمد على المانيفاكتشر مانيوال فبيقول لك والله الكاوتش بتاعي ده والله حسب ظروف التشغيل بتاعته في زون ايه ولا في زون بي ولا في زون سي ايا كانت. ففي النهايه فالاستيميتد تاير لايف اهي بالساعه، فانا بقول لك مثلا زون ايه مثلا من هيشتغل معاك مثلا من 4000 ل 3000 ساعه، زون بي من 3000 ل 1500 ساعه، زون سي يعني واضح ان الكاوتش متبهدل خالص بيتبهدل المعده بتتبهدل، فبقول لك لا بيشتغل من 1500 ل 500 ساعه فقط. وبيديك بعض الفاكتورز اللي ممكن تعدل بيها، يعني هنا مثلا بيتكلم على التاير تريد ومش عارف ايه والكلام من ده، بيقول لك والله اللايف تايم بتاعتها قد ايه سواء بالكيلو او بالساعه. وبيقول لك والله خلي بالك بقى في فاكتورز بتاخدها في اعتبارك، فاكتور اي دبل اي تريبل اي مش عارف ايه كلام من ده، ودي تضربها في عمر المعد. ففاكتور اي ده مثلا انا اهي دي اللي كويس اني ما نسيتش احطها. فهنا فاكتور الفاكتورز دي عباره عن ايه، كل فاكتور من دول بيتكلم على ظروف تشغيل، وزي ما انت شايف كل فاكتور بيقلل من عمر التاير بتاعي. فمثلا ايه الاي ده مثلا، هيقول لك مثلا الكونديشنز مثلا، فاي دي مثلا لو اكسلنت فساعتها لا هيطول لي من عمر المعده يعني سنه صغيره، فهضرب اسف في عمر الكاوتش، فهضرب عمر الكاوتش في 1.09. دي اللي هي الكونديشنز. مينتنس اخبارها ايه، لو المينتنس بور لا ده يعني هتبقى 0.76 اولموست، يعني هشيل الربع من عمر الكاوتش بتاعي. السرعه اللي بتشتغل بيها الماكسيموم قد ايه، السيرفس اللي بتشتغل عليه شكله ايه، البوزيشنز بتاع الويل شكلها ايه، الاحمال المنحنيات اللي بياخدها الكاوتش،
المعده وهي ماشيه، الجريد اللي شغال عليها، يعني هل انت طالع ولا نازل. وفي بعد كده ميسلينيس كلام من ده، فدي اللي هي الفاكتورز اللي هي الاي والدبل اي والتريبل اي والكلام ده، دول اللي بيزد عليهم ممكن يعني فاكتورز بتطول عمر الكاوتش او تقلله. الكلام ده بيزد على ايه؟ ده بيزد على المانيفاكتشر مانيوال. فانت وات ايفر المعده اللي عندك بتشوف والله المانيوال بيقول لك والله خد الفاكتورز دي في اعتبارك او ما تاخدش. طبعا دقه المانيوال بتختلف من معده للتانيه من شركه للتانيه والكلام ده، بس انت في النهايه المفروض دلوقتي تبقى كيبل تتعامل، يعني وات ايفر المانيوال شكله ايه انت خلاص عارف الدوره ازاي عديتها وتعامل معاها ازاي. يمكن دي نقطه مهمه، يعني هانتربت في النص، يعني انا هدفي من المحاضرات دي مش هقول لك خد المعادله اهي وخد جدول هو طلع منه الارقام واحسب، ده مش صح خالص، يعني لا ينفع مع الطلبه الاندر جراد، واكيد ما ينفعش مع حضراتكم، يعني حضراتكم اغلبكم يعني ناس اوريدي في السوق وفاهمه، فعيب ان اقول لكم حاجه زي كده. لا انتوا فاهمين الدنيا في النهايه مش سوليد قوي كده، لا الدنيا في النهايه بيبقى فيها uncertainty وفيها داتا مختلفه وكلام من. فانا بحاول اديك يعني كل التولز اللي في النهايه انت خلاص انت دلوقتي انت فاهم البروسيس ماشيه ازاي، فانت تعرف تدور على الداتا بتاعتك وانت عارف انت بتدور على ايه من الاساس، وساعتها تقدر تحسب وتطلع حسابات، وممكن تطلع حتى بطريقه في الحسابات ادق مني وادق من اللي انا بقوله، وده الهدف في النهايه، يعني ان انت تعديني، يعني بديك الاندنج بوينت بتاعتي، ناخد يعني بعلمك كل اللي عندي، بقول لك كل اللي عندي عشان انت تبني عليا، اذروايز يبقى احنا كده مش هنتطور، يعني هفضل اديك مثلا 20% من اللي عندي، ما انا عملت اللي عندي يعني النولج اللي عندي مثلا عملتها مثلا في 5 سنين، انا مش عاوزك تاخد 5 سنين عشان توصل النقطه دي، لا انا بديها لك في شهرين او ايا كان هديك الكورس ده، فانا اديتك 5 سنين مكثفين في شهرين، طبعا مش عارف اديهم لك 100% ككواليتي، بس في النهايه بحاول اديها لك على قد ما اقدر، وانت بعد كده بتزود عليها، اذروايز النولج مش هتزيد، يعني في النهايه مش هنتطور في العلم بتاعنا، يعني دي ملحوظه على جنب. تمام. في ناس في التاير بالذات لما بتتعامل مع التاير سيتس وكده بتحسب بشكل مختلف، بتحسب بطريقه اللي هي التايم فاليو اوف ماني، لو احنا فاكرين قلنا ان في الفيوتشر فاليو والبريزنت فاليو ورينا المعادلات في المحاضره اللي فاتت، فهو بيعمل ايه؟ يقول لك مثلا معده مثلا عمرها 6 سنين مثلا، واحنا مثلا بنشتغل مثلا 2000 ساعه في السنه، ف 2000 ساعه كل سنه يعني من صفر لواحد سنه رقم واحد 2000 ساعه، او مش بالسنه يعني البيريود ايا كانت بتاعت، زي ما اتفقنا ان البيريود مش لازم تبقى بالسنه، يعني على حسب الشركه بتاعتك شغاله ازاي. ومثلا الكاوتش بيعيش 4000 ساعه، فمعنى كده 4000 على 2000 يبقى الكاوتش بيشتغل سنتين، فانت عند السنه صفر اللي هي اول ما اشتريت المعده دي اول ست بتاعت الكاوتشات، عند السنه اتنين هتجيب تاني ست، سنه اربعه تالت ست لحد هنا. ففي النهايه هتعمل ايه؟ نفس الكلام، انت عاوز تجيب البريزنت فاليو، ففي النهايه هتجيب انت عندك اول ست دي اللي هي بسعر النهارده مش محتاج تعمل لها بريزنت فاليو، فهتسيحها او هتفرد على ال6 سنين، نفس الكلام هتعمله على اللي في تاني سنه، هتحاول بريزنت او فيوتشر، وفي النهايه هتفردها برضه على 6 سنين، نفس الكلام لتالت ست اللي هي بتاعت رابع سنه، وهتفرد، وفي النهايه تجمع تكلفه الست الاولانيه زائد التانيه زائد التالته، كده انت جبت تكلفه التاير كوست توتال المعده قد ايه. تمام. نفس الكلام بالظبط، يعني اللي عملناه في الهاي وير ايتمز هو نفس الكلام اللي هنعمله اسف نفس الكلام اللي عملناه في التاير هنعمله في الهاي وير ايتمز، فما فيش اي اختلاف ومش محتاجين نقول الكلام تاني، يعني يمكن الفرق بس في حته الكالكوليشنز، يعني مش هتبقى نفس المعادله اللي هي 1.15 والكلام ده، بس في النهايه هتبقى اللي هي عباره عن الكوست بتاعت الايتم مقسومه على اللايف، طبعا مش هيبقى في 1.15 في الحاله دي، ممكن يبقى في فاكتور تاني، يعني لو هي بتحتاج تصلح بشكل ما في النص مش لازم تتغير، بس في فاكتور تاني على حسب نوع الايتم دي والكلام ده، بس هي يعني نفس الايديا بالظبط. تمام. بكده احنا يبقى احنا خلصنا الاوننج كوست والاوبريتنج كوست، طبعا ما اتكلمتش على الويج لان الويج اوريدي ده بيعتبر يعني ليبر، واحنا اتكلمنا على الليبر قبل كده اللي هو تكلفه السواق قد ايه، هو بياخد اجره قد ايه، الويج بتاعه قد ايه مضروب، وبعد كده مضروب فاكتورز بتاخد في اعتبارها الضرايب والتامينات والكلام ده، فده احنا اوريدي اتكلمنا على الاوبريتور ويج في الحته بتاعه الليبر كوست. فبكده يبقى انت اوريدي حسبت جميع التكاليف بتاعه المعده بتاعتك لو انت بتملكها، زي ما قلنا ايه الاختلافات في السيناريوز، لو انت هتأجرها او هتعمل ليز اللي هو يعني ايجار طويل الامد سنه او الكلام من ده، قلنا الاختلافات امتى، يعني ايه اللي بناخده في اعتبارنا وايه اللي ما بناخدوش والكلام ده. فبكده احنا خلصنا حسابات الايكويبمنت كوست. طيب ساعات كمان يعني من غير حسابات لو انت ما عندكش اي ديتا خالص، ساعات تلاقي نفس المانيوال اللي بنتكلم عليه، ساعات تلاقيه بيقول لك ايه هي التكلفه في الساعه بكذا، يعني لو انت ما عندكش اي ديتا تعرف تعمل منها حسابات محترمه فبتاخد ارقام، فبتضطر تلجا لطرق تقريبيه اكتر، فمثلا فتلاقي برضو في
المانيوالز بتوع المعدات، مثلا نفس المانيوال اللي بنتكلم عليه بالظبط اللي هو بتاع الكاتربيلر، فاقول لك والله الباك هو او الحفار بتاعي حسب الموديل بتاعك 400 مثلا 38 سي، وعلى حسب ظروف تشغيلك متوسطه عنيفه خفيفه، هيقف عليك بالساعه بكذا. ايه الاو ان او اللي هي الاونر شيب اند اوبريشن، يعني هو في النهايه دي تكلفه المعده كلها بيديها لك مره واحده. فانت مثلا لو ظروف تشغيلك متوسطه افريج، فانت هتقف عليك ب $21 في الساعه. طبعا الكلام ده ممكن ما يبقاش يعني منطقي بالنسبه لك لو انت يعني شغال في على مشغل المعده دي في مصر، لان هي التكاليف دي كلها مبنيه على اسعار امريكا، ويعني تكلفه السواق اللي شغال في امريكا وكلام ده، فساعتها الرقم ده مش منطقي وما تقدرش تستعمله. فبتحاول تشوف مثلا جدول ايكوفالنت، هل مثلا لو كاتر بيلر في مصر الديلر بتاع كاتر بيلر في مصر عامل حاجات ايكوفالنت للكلام ده ولا لا، فساعتها ممكن يبقى عندك بلوكج انت مش عارف تجيب داتا. بس يعني بغطي الفكره بشكل عام، فدي الداتا المتاحه. تمام، فكده احنا ناقشنا ان ازاي بنحسب التكاليف سواء الاونر شيب كوست او الاوبريتنج كوست. طيب هو انا اصلا بقرر اشتري ولا ااجر، سواء ايجار اللي هو قصير الامد اللي هو رينت، ممكن تاجر المعده يوم يومين اسبوع كلام من ده، او طويل الامد بتبقى ليز، انت تاجر المعده دي سنه مثلا، انت هتاجر فالمعده دي كانها بتاعتك لمده سنه مشغلها، مثلا انت مثلا بتعمل مثلا توسعه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي مثلا ايا كان، فانت عامل لها ليز لونج تيرم او يعني سنه مثلا سنتين، بنتكلم في مدة طويله. فالقرار ده مبني على ايه؟ فاحنا لو بصينا على البيهيفير بتاع الكوست نفسها، فنظريا الرنت ثابت، يعني لو هنبص قد ايه في الساعه ده اللي هي الساعات، نظريا الايجار بتبقى ثابت، بيعلى سنه صغيره طبعا، يعني الخط ده مش هوريزونتال 100%، لا هو بيعلى سنه صغيره جدا، دي اللي هي ايه الانفليشن، اللي هو يعني النهارده كانت يوميه اللودر بكذا، بعد 6 شهور لا يزودها لك سنه عشان الاسعار بتزيد والكلام ده. فده الرنت، ده البيهيفير لو انا باجر. فلو طبيعي مثلا انت مثلا هتستعمل مثلا معده مثلا يوم يومين، فهتلاقي الرنت بالنسبه لك ارخص بمراحل اللي انت تشتريها. هنا بنتكلم في ارقام عاليه جدا. طيب بعد كده، طب لا انا هشتري، فطبيعي تكلفه الشراء في الاول بتبقى عاليه عشان في ديبريشيشن بتحصل ومش عارف ايه والكلام من ده، فدي بتبقى بالك محترمه. وبعد كده مع الوقت بيبقى لا بيبدا القرار بيبقى اقتصادي بالنسبه لك، كل ما تكون ساعات تشغيلك اكبر كل ما هتلاقي القرار بقى اكثر اقتصاديه بالنسبه لك. يعني لو انت مثلا عند هنا عند مثلا ده نقول ده مثلا 3000 مثلا ساعه مثلا، فساعتها التكلفه اللي هتقف عليك في الرنت اهي، والشراء اهي، والليز اهي، فساعتها بناء على الكلام ده انت بتقرر انا اشتري ولا اجر ولا اعمل ايه. خلي بالك يعني ما تتخدعش بالكيرف ان هو دايما عامل لك الليز اعلى من الباي، لا مش شرط، ان هو مش واخد في اعتباره العمر نفسه قد ايه، يعني في عمر المشروع ده بعد ما خلصت عمر المشروع ده هل هستخدم المعده تاني ولا هركنها، فساعتها لا، فممكن فهو هنا بيعتبر المعده تفضل شغاله معاك عند النقطه دي، فدايما هتلاقي الليز اعلى. بس واقعيا لا، انا ممكن اشتغل يعني في حاجه بقى لازم تاخدها في اعتبارك انت كاستيميتور شاطر، لازم تاخد انا هشتري المعده دي، طب هل هتشتغل بعد كده اصلا هتفضل مركونه، فساعتها بالرغم ان الليز ممكن يديك اعلى في الساعه، بس في النهايه هيوفر عليا فلوس كتير جدا انا هخسرها لو اشتريت المعده دي وفضلت راكنها بعد كده بعد ما خلص المشروع ده ركنتها، فدي ملحوظه على جنب. فانت بتقرر بناء على الكلام ده. طيب بشكل عام الديسيشن بيبقى مبني ازاي؟ فوالله الديسيشن بتاعي مبني لو انا هشتري ايه المزايا بتاعت الشراء مثلا بالنسبه لي، انا عندي فول كنترول على المعده، مفيش حد يقول لي لا والله اصل المكنه مسحوبه من السوق ومحدش مح كل الناس اللي بتاجر معدات متاخده منهم المكنه ومش موجوده، لا دي بتاعتي انا حر فيها في اي وقت بستعملها. نظريا دي بتديك اللورست او اورلي كوست، لو انت يعني انت عندك فول يوتيلايزيشن او يوتيلايزنج المعده كويس طول عمرها، يعني تستعملها على طول، فهتديك اقل تكلفه في الساعه، ان في مارجنز مفيش حد بياخد منك مكسب، مثلا اللي بيأجر لك بياخد منك مكسب وبياخد منك كونتينجنسي، انت ما بتدفعش الكلام ده لنفسك. ثالثا الافيلابيليتي، المعده على طول متاحه، هي بتاعتي اي وقت طلع المعده من الجراج ونشتغل. طيب ده الاوبشن بتاع الباي. الرنت، الرنت قال لك يعني ميزته ان انت ما فيش انيشال انفستمنت، يعني ما بجيش احط كام مليون او بدخل في تعاقد على قرض كبير عشان خاطر ابدا استعمل المعده، انت بتعمل كده لو انت هتشتري، انما لو انا هعمل رنت انا بدفع دوب بس الايجار بتاع المعده في اليومين او الاسبوعين اللي هستعملها وخلاص. فهو ايه ده مناسب لو عندي حاجه مؤقته، مشروع مؤقت وفي نفس الوقت شورت تيرم مش طويل،
وتيبيكال. ليه تيبيكال؟ يعني في النهايه مشروع مش متخصص، يعني مش اي حفار ممكن يحفره مثلا، اي لودر ممكن اي بتعمل مثلا بتعمل مثلا اسفلت مثلا، اي هراس هيعمل لك كومباكشن اللي انت عايزه وخلاص، مش محتاج معده سبيشالايز، فتيبيكال. وفي نفس الوقت حلو برضو لو في نان بيك تايم، يعني في وقت ما يكونش الضغط عالي على الشغل، يعني مثلا السوق مثلا بيك دلوقتي وكل الناس في مثلا الدوله مثلا منطلقه في مشاريع الطرق، فكل المعدات مستخدمه، فلو ساعتها مش هتلاقي معد، يعني مش عارف اجر، يعني المعد سهله ومفروض متاحه بس كل المعدات متاخده اوريدي، شركات مأجره، فانا مش لاقي. فلو نان بيك تايم ساعتها يبقى لطيف. طبعا هو الموست اكسبنسيف اوبشن في الغالب من حيث اللي هو الكوست في الساعه. تمام. بعد كده الليز، الليز برضو الى حد ما بيديك يعني ليتل انيشال انفستمنت، طبعا مش كومبيرد بالرنت بس يعني ستيل برضو بتدفع مبلغ قليل كويس لو انت معكش فلوس كتير مش عارف ان انت تشتري معده، فلو انت عندك ليميتد كابيتال يبقى اوبشن لطيف ليك. وفي نفس الوقت انت عندك هاي يوتيلايزيشن لو انت تستعمل معده كتير، يعني انت مثلا هتاجرها سنه كامله وتفضل مشغلها السنه دي كلها، فهيبقى اوبشن لطيف. وفي كثير من الاحيان بيبقى دايما الاوبشن، يعني دايما بيبقى الناس اللي بتاجر بتعمل ليزنج، يبقى في يعني احتمال انك تشتريها بعدين، يعني انت عملت ليزنج مثلا المعده دي مثلا سنتين مثلا، وبعد كده جالك مشروع وانت شغال هتشغلها سنتين كمان وهي عمرها 4 سنين مثلا او 5 سنين او 6 سنين، فخلاص فساعتها هتقرر ايه ده، طب ما خلاص المعده شغاله معايا، طب ساعتها بيبقى في على حسب الاتفاق اللي بينك وبين اللي بيعمل لك ليزنج المعده، طب خلاص خد بقيه الفلوس اهي وانا كاني اشتريتها منك. فدي صعب كتير بتحصل. تمام. في الحسابات ايه اللي بيختلف؟ فخلاص لو احنا هنتكلم على الشراء، احنا اوريدي حسبنا كل اليورلي نت كوست، فكل سنه احنا نعرف نحسب الكل الاونر شيب كوست والاوبريتنج اوبريتنج كوست، تضربها بس ايه في البريزنت وورث فاكتور، اللي هو ايه اللي هو زي الفاكتور اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو لما في التايم فاليو اوف ماني اللي هو بتاخد في اعتبارك التضخم ومش عارف ايه وتوزع الكلام على السنين، عشان توزعها مثلا على 4 سنين او، فانت في النهايه انت بتعمل السميشن الكوست بتاعت اول سنه وثاني سنه وثالث سنه ورابع سنه وخامس سنه وهكذا، تضرب كل سنه في الريت بتاعها في اللي هو البريزنت وورث بتاعها قد ايه، وتجمعهم على بعض، ده كده يديك التوتال كوست بتاعتك. نفس الكلام في الرنت، الفرق ان بدل الرنت بدل ما هيبقى يورلي كوست هتبقى اليورلي بيمنت مجموع الايجارات بتاعتي، وبتشيل منها التاكس سيفنج، ده لو انت شغال في مثلا في بلد بتاخد عليك بروبرتي تاكس، واظن الاغلب بياخد، يعني ليه زي ما قلنا في الاول في المحاضره اللي فاتت ان لما انت بتحط فلوس في معده فالدولة أو الحكومة اللي بتاخد منك ضرائب بتعتبر خلاص هي بقت ملكيتك، فبتاخد منك ضريبة الملكية property tax، فساعتها أنت لو أنت يعني دي ده من الجانب financial، يعني فلو أنت مش ما اشتريتش المعدة فأنت مش هتدفع ضرائب، فدي كأنك فلوس وفرتها، فبتطرح ال yearly tax saving وتضربها نفس الكلام بتاع ال present worth وتجمع الكلام كله. في الليز نفس الكلام، هتبقى yearly payment بتاعت الليز ما تشيل منها برضو التاكس سيفنج بتاعتك وتضربها في البريزنت وورث. بس بكده نبقى يعني غطينا ازاي انا قررت. طيب انت اشتريت معده، يعني احنا بنتكلم على المعده بنقول يعني لو انت اشتريتها بنقول عمرها 5 سنين 6 سنين، انا جبت 5 سنين او 6 سنين دي منين؟ يعني هل مثلا لو انا اشتريت معده وانا قلت لك عمرها 5 سنين بعد 5 سنين هتنفجر مش هتقدر تشتغل؟ لا، ممكن تشتغل عادي. فانت ممكن اصلا تقرر طب انا ممكن ابيعها بعد 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين، والسالفج فاليو اتكلم عليها المره اللي فاتت، فهي في النهايه السالفج اصلا قيمه السالفج دي او قيمه التكهين بتاع المعده، فانت لو بعتها بعد 3 سنين هتبقى مليون، بعتها بعد 4 سنين هتبقى بثلاث ارباع مليون، بعدها بعد 5 سنين ممكن تبقى بربع مليون، تعبت خالص وهكذا. فالقرار ده بيجي منين اصلا؟ فهنا بتيجي بقى الحته بتاعت الديسيشن تتلخص في هذه الرسمه. انت عندك ثلاثه فاكتورز زي ما قلنا، انت عندك الاوبريتنج كوست اللي هي الخط الاحمر ده، تكلفه التشغيل زي ما احنا شايفين بتعلى لان الريبيرز مع الوقت بتعلى والكلام ده، والخط الازرق ده اللي هو الاونر شيب كوست، تكلفه المعدة في الاول بتبقى عاليه عشان الديبريشيشن ومش عارف ايه الكلام ده يبقى عالي ومع الوقت بتقل. طيب امتى بقرر لا خلاص دي كده، يعني امتى اقرر بقى ابيع؟ بتحسب السميشن بتاعهم، دي اللي هي التوتال كوست اللي هي الاونر والاونر الاونر شيب كوست والاوبريتنج كوست، تجمعهم على بعض هيديك التوتال، فهتلاقي الكيرف بتاعك بينزل 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 بينزل، بعد كده عند نقطه ما بيبقى فلات ويبدا يطلع تاني، فعند النقطه الفلات دي اللي هي الاوبتيمم بوينت،
اللي هي بعدها يعني ممكن ابدا افكر ابيع خلاص كده، ان ساعتها خلاص بقى دلوقتي تيجي عليا بخساره، الكوست دلوقتي تزيد عليا، فلا هي عند النقطه دي الكوست كده كويسه ابيع عندها. فدي حته الديسيشن امتى اقرر ان انا ريبليس المعد. ده طبعا من منظور اللي هو الكوست البحت، ممكن في يعني في 5000 اعتبار عائد تاني ممكن يكون عندك في الشركه، الافيلابيلتي بتاعت الفاندز، فانت لا ارخص لك تخليها سنه لو حسبت ان اخد حاجه جديده وهاخد مثلا قرض وهيبقى عليه انترست قد ايه كلام من ده، واقارنه بان انا لا ازود سنه وساعتها الكوست هتزيد عليا مثلا 5% في الريبير كلام من ده، وانا كنت محافظ على المعده فصحتها لسه كويسه، فتقول لا انا هزود سنه كمان. فتاني يعني الكلام ده في الحل الايديال انت مجرد معتمد على الحسابات فقط، ولكن انت لو انت مهندس في شركه لازم بتكون يعني واعي لظروف الشركه بتاعتك، ظروف السوق، ظروف الاقتصاد حاليا اخباره ايه، ظروف الاستيراد والتصدير لو انت لو مش دولتك اللي بتصنع المعده. فده ده اللي بيما ده بقى اللي بيميزك من مجرد واحد يعني هو ماسك ريفرنس بوك وماشي وراه وخلاص شوف المعادلات فيه ايه، وان واحد لا يعني انت في النهايه عندك الاكسبرتيز بتاعت السوق وعندك الفهم والوعي بالسوق اللي حواليك. حته برضو يعني في الجراف ده يعني لقطه لطيفه برضو هنا، مثلا بيتكلم على البيهيفير بتاع اليوز بتاعك، يعني انت بتعامل المعده امتى بقرص عليها في الشغل وامتى لا يعني قول لا بالراحه عليها شويه وامتى يعني لا لازم ابيعها. فهنا بيقول لك لا يعني في الزون الخضراء دي هنا لا المعده لسه بصحتها والكوست بتاعتها كويسه فهيفي يوز. بعد كده ايه ببدا بعد النقطه دي لا ابدا ايه بقى اخلي بالي منها عشان ايه ما تبوظش مني. بعد كده بعد النقطه دي بقى خلاص في الريد زون دي يعني اللي هو ده خلاص بقى محتاج ان اشيلها من الفليت بتاعي واجيب معده جديده. بس كده احنا خلصنا equipment cost. جزء بس يعني انا مش هشرح حاجه خلاص، يعني مجرد بس يعني تفتيح افكار مع الناس، تفتيح مواضيع. الجزء بتاع equipment cost غالبا بيبقى coupled مع قدراتك في equipment management، يعني ده ممكن يبقى كورس مختلف تماما نديه، يعني ربنا ادانا الصحه طول العمر وخلصنا ده يعني واتفقنا على كورس تاني، فممكن ادي كورس بتاع equipment management. فعلى سبيل المثال يعني احنا بنتكلم على اختيارك للمعدات تختارها ازاي عشان تعرف تسعر اصلا من الاساس. فمثلا مجرد مثال مثلا في مشاريع مثلا الحفر والرد، فده مثلا ده البروفايل بتاع الارض بتاعتك، ده الهوريزونت، ده مثلا الطريق، فده مثلا الارض اهي وده الطريق يعني بعد ما احفر ورد، فهتلاقي مثلا عندك حبه حفر وعندك حبه رد، ففي النهايه بتحطهم في شكل بروفايل بتاعك. فانا في النهايه بعمل كاتنج 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 قاعد بحفر، فدي كلها دي اللي احنا بنسميه الماس دايجرام بتاع الحفر والرد. فبعد كده بعد ما عملت الحفره ده تبدا تطرح منه كميه الرد، فانت بتعمل ايه كانك بتعمل اوبتمايزيشن، انا باخد اللي بحفره هنا واحطه في الردم هنا. فمثلا اختيارك مثلا بس دي حته ديزاين لكش انت مالكش دعوه بيها، بس الراجل بتاع الديزاين بتاع الطرق اختياره لمنسوب الطريق والكلام ده احد اسباب احد المحددات اللي بتخليه يختار منسوب معين، هي ان هو يمينيمايز ان انا اجيب حفر وردم من بره. يعني مثلا ما ينفعش ما اجيش مثلا اخد مثلا اخلي منسوب الطريق هنا فيبقى حياتي كلها حفر واقعد بقى ادور بقى على حته ارمي فيها الحفر بتاعي، او اخلي منسوب الطريق هنا فحياتي كلها ردم واقعد بقى اجيب ماتيريال من بره وتكلفه جنونيه. فلا فانا مس احد احد المحددات كمان انت كمهندس طرق مثلا بتختار المناسيب بتاعتك او مهندس مساحه، هي ان انا اوازن كميه الحفر مع الردم. انت بقى كواحد بيسعر اكويبمنت دورك بيجي فين؟ ان انت بتشوف والله بتبدا تعمل حاجه اسمها البالانس لاين بتاعك وتشوف الهولينج ديستنس. يعني ايه الهولينج ديستنس؟ انا في النهايه مثلا انا مثلا من انا يعني اسعد لحظه في حياتك لو انت مثلا عندك حفار ومش هيتحرك، هو واقف هنا في النص بيقطع بالكباش بتاعه من هنا مجرد بس يلف نفسه ويرمي هنا، يعني فالهولينج ديستنس كده عندك صفر، فساعتها بيوفر عليك وقت كبير في تشغيل المعدة، مش محتاج ان انا حفار واملى السكينه بتاعتي مثلا وامشي شويه مثلا 50 متر وبعد كده اروح حته ارمي فيها او ايا كانت المسافه، كل المسافه هتطول تقول لا ده انا محتاج اجيب معده تانية، فتقول لا انا هجيب بلدوزر عشان يزق المعده وقت اطول من كده، اسف مسافه اطول من كده لا ده انا هجيب سكريبر، او مسافه اطول من كده لا ده انا هجيب حفار يحفر وحمل على عربيات والعربيات دي تروح ترمي في حته تانية. دي الفكره اللي فانت بتشوف الافريج هول ديستنس، وكل معده ليها اوبتيمم هول ديستنس بتاعتها اللي هي مسافه النقل بتاعتها. فانت مثلا لو ده البروفايل بتاعك مثلا بتبدا تقسمها مسافات وتقسمها زونز، فالزون دي مثلا هتبقى بسم الله الرحمن الرحيم
هتبقى تراكتور، مجرد هو بيزق، بعد كده تقول لا دي بقى ساعتها لا دي ممكن تبقى سكريبر احسن، وبعد كده لا دي لازم تبقى حفارات وشغاله وعربيات بتنقل وتردم والكلام ده، فبتقسمها زونز، وبتبقى عندك بقى يعني الزونز دي بيزد على ايه البريفرنس الاقتصادي ايهم احسن. فيقول لك مثلا لحد 300 فيت مثلا بالانس لاين احسن لك تبقى ايه دوز بلدوزر شغال، زادت شويه احسن لك لا دي تبقى فمن 0 ل 300 مثلا بالدوزر، بعد كده من 300 لحد 5000 فيت لا ممكن تستعمل سكريبر، اكتر من كده بيقول لك لا تستعمل لوادر او حفرات على حسب نوع التربه بتاعتك وحسب الاعماق بتاعتك وتحمل على العربيات والكلام ده. فدي مش دي مش حاجه انا بشرحها، بس دي مثلا ده جزء مثلا خاص بالايكوبمنت مانجمنت تفهمه عشان خاطر يعني تعرف بقى تسعر حاجات صح وتبقى متخصص اكتر في التسعير والكلام ده. فانا بس يعني بفتح دماغك بس الحته يعني في كابلنج بيحصل عندك، يعني keep it in mind، يعني اعرف الموضوع يعني واسع والموضوع كبير. ممكن تاني لو يعني ربنا اكرم وعملنا كورس تاني يعني في وقت وعملت كورس تاني للاكوبمنت مانجمنت نبقى نتكلم فيه بالتفصيل يعني. بس دي المصادر وهحطها في الديسكريبشن كالعاده، واهلا بالاسئله. جزاكم الله كل خير يا دكتور، وإن شاء الله يبقى في كورس تاني وتالت ورابع بإذن الله. الله يكرمك. باشمهندس أحمد عنده سؤال. اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس اسمك اتفضل. ايوه باشمهندس، انا كنت سؤالي بخصوص الماتيريال اللي بيشرح منها المهندس عمار. اها احنا دخلنا على الجروب على الفيسبوك وبعدين ما لقيناهاش. السلايدز؟ لا انا لسه ما حطيتش سلايدز. لو قصدك على السلايدز انا ما حطيتش سلايدز. انا اقصد السلايدز. اي لان انا عشان احط سلايدز محتاج اعمل كذا حاجه يعني، فانا لسه ما عملتهاش يعني، محتاج ان اتاكد بس ان يعني الريفرنسز متظبطه مش عارف ايه، محتاج اراجعها ان انا احط ان انا عشان انا احط ببلش ماتيريال، دي مسؤوليه يعني. انت في النهايه انت هتاخد الكلام ده وتطبقه في الشغل بتاعك، فلا قدر الله لو انا حاطط غلطه في المعادله انت هتغلط في الحسابات وهتخسر فلوس، هي مسؤوليه، فانا محتاج ان اراجع الكلام ده. فانا للاسف اه بس ما عنديش وقت، انا يا دوب بجهز المحاضره بس، لما افضى ان شاء الله يعني هظبط الدنيا، ويعني انا ما عنديش مشكله الماتيريال تبقى مع الناس يعني. تمام. وانا حاطط في المصادر المراجع الرئيسيه، لو انت حابب ترجع لها دي متاحه على النت يعني، كتب ومتراجعه من 50 واحد قبل كده. شكرا. تحت امرك. بس نطعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا باشمهندس مروان، شكرا جدا على المحاضرة أهلا القيمة. وسهلا. تحت أمرك. لو حضرتك ممكن بس توضح لي الفرق ما بين الليز والرنت، لأنه ما كانتش واضحة. الرنت شورت تيرم والليز لونج تيرم. يعني الليز مثلا سنة، بكام هأجر المعدة دي سنة كاملة. فبيبقى بينما الرنت انت مثلا بتحفر عماره مثلا او قواعد عماره مثلا، فانت بتتكلم مثلا اللودر هتاخده اسبوع يخلص لك الموضوع. فهي الفكره بس في المده الزمنيه، لما بتبقى طويله بنسميها ليز، لما تبقى قصيره بنسميها رنت. والريس ساعتها بتختلف طبعا، لان مثلا الليز مثلا ساعتها بياخد ناخد مثلا يحصل تضخم مثلا في الفتره دي، فتلاقيه محملها على الرنت بشكل على الايجار بتاع السنه ده بشكل ما، غير الرنت انت بتستعملها اسبوعين، فهو تفر الحاله دلوقتي بنحسب عليها وخلاص. اوكي، شكرا جدا يا باشمهندس. العفو. تمام، في اي اسئله تاني؟ لا الحمد لله، المحاضره ما فيش اي اسئله فيها يا دكتور. الله يكرمك. تمام، يعني نرجو انه يكون الموضوع بسبب ان انا كنت واضح بالشكل الكافي يعني. لا طبعا خير. واضح يا دكتور، ان شاء الله المحاضره الجايه يوم الخميس باذن الله. هحاول ان شاء الله هكونفيرم ان شاء الله معاكم بكره، للاسف اليومين دول يعني مشغول جامد، بس هحاول ان شاء الله تبقى الخميس يعني. ان شاء الله. في حد بيسال حضرتك الحسابات اللي بنعملها كمقاول هي نفسها كملك؟ ككوست لو انت عاوز تحسب كوست، المفروض يعني انت لو انت عاوز كمالك تشوف هي هتقف عليك بكام لو انت هتعملها بس المفروض، بس انت بتتكلم عن حته بالظبط يعني، ان برضو الناس دي ما فيهاش مقاول ومالك يعني، انت في النهايه يا انت مالك المعده يا انت مش مالك المعده يعني. مقاول ومالك دي انت بتقولها امتى يعني؟ احنا بنتكلم دلوقتي انت، هي ما تنفعش تبقى مقاول يعني. انت كمالك عماره انت هتشتري لودر ليه؟ فيعني equipment cost انت عشان تحسبها لازم بنتكلم كمقاول يعني، احنا بنتكلم ان انت هتمتلك ولا تأجر المعده. ففي الحالتين انت يعني مين اللي بيستعمل المعده دي؟ انت كمقاول.
فالملك يعني او يعني يوضح لو انا مش فاهم قصده سؤاله يعني، او انا يعني نظرتي قاصره عن السوق في الحته دي يعني. الملك ايه علاقته بان هو يشتري معده؟ الا لو مثلا المالك هو المطالب ان هو يوفر هو المعدات، فخلاص ساعتها هو هيأجر او هيشتري، فبرضه هتبقى نفس الحسبه اظن يعني. هو حابب يوضح يفضل يعني. هو بيقول اقصد ان الجهه اللي بتقدم المناقصه لازم تعمل تكلفه تقديريه. انت لما بتقدم المناقصه، لا انت لما بتقدم المناقصه انت ما بتقدمش وتقول لي equipment cost، انت لما بتقدم مناقصه بتقول لي انا بعمل بند الحفر كذا، ده بقى جواه equipment زي ما احنا اتكلمنا، جواه material لو مثلا لو هتعمل احلال كلام من ده، جواه لو في ايه عماله في النص، فجواه labor cost، وده كده الكوست بتاعتك. انت ما بتقولش والله انا تكلفته، انت ما بتقدمش في المناقصه بتاعتك الكوست، انت بتقدم البرايس السعر. الكوست ده واقف عليك انت بكام؟ من غير الاوفر هيدز ومن غير مرتبات الناس ومن غير المكسب بتاعك، من غير الكونتينجنسيز بتاعتك. كان صحيح الحته دي بما اننا جينا عندها يعني، كان حد سال قبل كده ان المارك اب ده بروفيت والكونتينجنسيز، الكلام ده صحيح. عشان بس كنت لخبطت حد، انا فاكر كان سالني قبل كده. ففي النهايه لا، اللي بتقدمه في المناقصه سعر كامل. احنا دلوقتي بنتكلم هي واقفه عليك انت بكامل الحته دي، ومن غير حتى الاوفر هيدز بتاعتك، ومن غير الضرايب هتدفع المشروع كله وضرايب على المكسب والكلام ده. احنا دلوقتي لسه في اللور ليفل بنحسب الحسابات المبدئيه بتاعت التكلفه دي. تمام. طب في سؤال بخصوص الآليات مثل التاور كرين، ازاي ممكن نوزع سعرها على الأعمال؟ والله على حسب انت هتعامل معاه ازاي يعني. انا ما يعني في دماغي دلوقتي مفيش حاجه بالظبط، بس يعني اظن يعني لو هو مثلا شغال مثلا بيخدم الموقع كله مثلا، فانت هتعتبره يعني ممكن تركبه على تكاليف الموقع اللي هو الجزء بتاع الاوفر هيد بتاع الموقع نفسه، زي ما تبقى عندك مثلا سكيورتي، عندك مش عارف ايه، فانت عندك كرين قاعد بيخدم الموقع كله. لو انت جايب والله الاكتيفيتي معينه فقط، فساعتها ممكن تحمله على الاكتيفيتي ده. يعني مثلا لو الكرين ده مثلا هيفضل مثلا واقف مثلا طول المشروع مثلا في الموقع، فساعتها ممكن تحمله ك سايت اوفر هيد، اظنها منطقيه. بس يعني خليني اتاكد لك يعني، ما فكرتش في الحته دي قبل كده، فمش مبقاش بضيع الراجل اللي بيسال، فاتاكد له يعني اجابه مبدئيه. ممكن عاوز تمشيها سايت اوفر هيد اتفضل، بس يعني انا مش اكسبرت في دي قوي، فمحتاج اسالك حد اشتغلها قبل كده. طيب لو هو العقد كوست بلس، يعني حسب ما تيجي التكلفة هحاسب المالك وازود عليها نسبة الأرباح بتاعتي، هل المفروض إن أنا أقعد أحسب التكلفة في الأول خالص، ولا أنا معتمد إن كده كده أنا هاخد التكلفة وآخد الزيادة في الأرباح؟ انت ما زلت محتاج يعني تحسب تكلفه عشان يبقى عندك استيميت يعني. وانت في النهايه المالك لكذا سبب يعني، يعني اسباب منطقيه يعني. في النهايه المالك مثلا هيقول له كوست بلس ماشي. طب احنا هل المالك ما هي... هل مثلا المالك اوريدي حد لازم يكون حد عمله تسعير، سواء انت او حد ناحيه المالك عمله تسعير الشاري بتاعه مثلا، ان هو في النهايه يعرف في النهايه المشروع ده هيقف عليا بكام عشان اجهز مواردي الماليه. فاقول له مثلا من 20 ل 50، من 20 مثلا ل 50 مليون، رقم مش منطقي يعني، تمام. رينج كبير. فهو مثلا ستيل لازم يكون في كايند اوف استيميت، الا بقى لو انت يعني خلاص بقى الفلوس كتير وانت حاططها راكنها على جنب يعني، وبتصرف براحتك يعني، ما عندكش اي اشكاليه في الفلوس خالص، فايا كانت الكوست اللي هتيجي هتدفعها يعني. اذروايز لا، انت لازم يكون عندك تخيل للفلوس، انت نفسك كمقاول يكون عندك تخيل للفلوس ان هي كوست بلس مثلا. ودي هنجي لها قدام، هل كوست بلس هل مثلا يعني انا دفعت النهارده كذا بعد عليك وبكره بالليل واقول لك هات الفلوس؟ لا. او انت بس بتديني في بوكيت ماني واقعد اصرف منها لحد ما تخلص؟ غالبا بتبقى لا، مستخلصات تمام. يعني. في النهايه بعد كل شهر بديك مستخلص، وانت تصرفه لي بعديها يا بشهر يا بشهرين. فانت محتاج تعرف الكوس عشان تعرف ان انت دلوقتي تدفع من جيبك. فانت انا عاوز اعرف الكوس دي قد ايه عشان اعرف انا بدفع من جيبي قد ايه، ويعني هفضل ادفع من جيبي لحد ايه يعني. ممكن اصلا قدراتك الماليه ما تسمحلكش يعني، مثلا شغال مثلا في مشروع مثلا، وانا على ما يتصرف المستخلص هكون صرفت 4 5 مليون. طب هل انا معايا ال 4 5 مليون دول عشان اصرفهم؟ انا محتاج اعرف. وعشان تمام. اعمل ايه بعد كده؟ اعرف ان ساعتها ممكن انت لو انت معكش 4 5 مليون، طب هتتصرف ازاي؟ هاخد قرض. طيب خدت قرض ليه فوائد، فالفوائد دي هتاكل من المركب بتاعك. فانا ساعتها محتاج ان انا ازود نسبه في الكونتنجنسي بتاعتي، اذروايز هلاقي مثلا القرض كان المكسب بتاعي وممكن يكون مخسرني كمان، وبدفع من جيبي خارج من المشروع خسران. فانت محتاج يكون عندك استمت في جميع الاحوال. تمام. باشمهندس شريف، عندك حضرتك سؤال؟ ايوه طبعا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بشكر طبعا دكتور عمار كالعادة، يعني محاضرات جذابة وفيها مجهود واضح، يعني جزاه الله كل خير. كويس. هو بس طبعا انا يعني لو احنا اعتبرنا نفسنا ان احنا الاستشاري الملك وفي مشروع كبير بنحسبه زي المشاريع اللي هي بتنفذ دلوقتي، ومحتاجين نحدد سعر المتر مثلا حفر او ردم، فمشروع كبير احجام مهوله حفر واحجام مهوله ردم، فانا احسب ساعتها على اعتبار ان المقاول طبعا الماده الخام او الماتيريال نفسها سعر المتر كذا زائد الاكويبمنت في الحاله دي، اخد سعر الايجار واقول ان هي مثلا في عمر المشروع 3 سنين او 4 سنين هتبقى كذا، ولا ويبقى دي اللي هو يعني اقصى تقدير او اقصى سعر للردم او الحفر، او اقول ان لا انا المقاول اللي هيجي يشتغل معايا لازم يبقى عنده معده قاعده معاه 3 سنين او يعني معده جديده، وبالتالي تكلفه المعده هتبقى رخيصه زائد الماتيريال، فهيبقى بند الحفر او الردم ارخص من هو لو اجره. يعني انا هبقى في انهي اتجاه؟ هذا سؤال لطيف، بس يعني هو ملوش علاقة بالاستيميتنج قوي، هو ليه علاقة اكتر بالديسيجن ميكنج بتاعك انت كاستشاري يعني. يعني انا هبقى يعني بدرجة فير مع ده ولا بعدها؟ هو نظريا يعني لو انت بتتكلم على مشروع، يعني انت في النهاية انت ادرى بالماركت بتاعتك، انت ممكن يعني في مصر مثلا في كام شركة اصلا كيبابل انها تقوم بالمشروع ده؟ نظريا هم هيتعدوا على الصباع، على اصابع الايدين الاثنين يعني. انا اه بتكلم على حاجه بالظبط. فانت في النهايه انت اوريدي اوير يعني، انت خلاص انت هتجيب مثلا شركه المقاولين العرب، انت عارف ان هو اوريدي يعني هو عنده معداته، فساعتها يبقى انت بتظلم المالك لو انت اعتبرت الكوست رنت، ايجار فساعتها لا خلاص يعني انت يعني انت من السكيل بتاع المشروع بتقرر. يعني انت لما بتتكلم في حفر قواعد عماره ما ينفعش تقول والله لا ده انا حاسب انا هعتبر الحفر ان هو عنده معده، يا عم انا مقاول بعمل العماير هيبقى عندي حفار ليه؟ فلا انا باجر الحفار. غير لا لو انت بتتكلم على ميجا ستراكشر يعني ميجا انفراستراكشر بروجكت وطريق ومش بالضبط. عارف ايه، لا الناس بتبقى داخله بمعداتها، فيبقى فلو انت حسبتها على انها ايجار انت بتظلم المالك. صح مظبوط. بس يعني فدي الحته في الموضوع. او تتاخد كمتوسط، لان ممكن برضو ان الشركه الكبيره مثلا تكون معداتها هي ما انت لا يعني انت في جميع الاحوال في النهايه انت بتعمل اللي هو يعني بيسموها الاس كيرف رينج، او مش فاكر بيسموها ايه بالظبط يعني، بس انت في النهايه يعني انت كده كده في جميع الاحوال انت بتقولش سعر المشروع كذا يعني، انت عارف انت عارف الاس كيرف طبعا، الاس انا كيرف اللي هو فاهم. بتاع التكلفه، فانت بتقول يعني انت لو انت استشاري وبتفكر في الموضوع انت بتقولش الاس كيرف اهو، حضرتك شايف الشاشه صح؟ لا انت بيبقى عندك حاجه شبه تو اس كيرفز، يعني انت بتعمل استرين كده وتقول والله ده الابر باوند بتاعي وده اللور باوند، ده الرينجات بتاعتي يعني هتمشي كده يعني لو اسعار مش، فانت في النهايه انت شغال probabilities، انت في النهايه دلوقتي انت مش تمام. بتحسب الكوست بتاعتك انت، لا انت بتشوف والله الاحتمالات اللي جايه لي ايه، بس طبعا الرنجات دي بتختلف يعني زي ما انت قلت، يعني لو مشروع انفراستراكشر يعني طرق فهو المعدات يعني واخده منه 40 50% من الكوست او ايا كانت النسبه، بس نسبه عاليه لو انت اعتبرتها ايجار هتلاقي الكريفين طول نط لفوق، مظبوط. فساعتها لا يبقى انت بتظلم الملك ان خلاص انت عارف ظروف الشركات دي وخلاص، فعشان كده مش هيقدم عليه حد ما عندوش معدات يعني، مقاول صغير يقول لك انا هاخد طريحه نص كيلو ولا 2 كيلو من الطريق يبقى احنا بنهرج، لا هي في النهايه انت عارف في النهايه الرينش شغال ازاي. او ممكن يعني انا برضو يعني انا بحضرتك بتتكلم دلوقتي خطرت في بالي فكرة كمان، ان انا ممكن احسب دي واحسب دي واخد متوسط ما بينهم، يعني على اساس برضو ان المعدة بتاعته ممكن ما تكون يعني انت هتبقى تحت، متوسطة العمر يعني. طب ليه ما تخليها رينج يعني، انت يعني اصل انت كده كده هتبقى تحت رحمة اللي هيجي لك يعني، انت مش قصدي يعني اللي هيجي لك من في العطاءات يعني، افرض انت ده الرينج بتاعك وجات لك العطاءات هنا هتبقى اسعد راجل في الدنيا، او هتجي لك هنا هتبقى حزين بس خلاص هي دي العطاءات المتاحة هتعمل ايه؟ فساعتها ممكن ترفض العطاءات، لا ولازم هم يعملوا يعني ريستراكشرنج للشغل بتاعهم، لا انتوا بتهرجوا يا جماعة انتوا كده يعني، يعني بالذات في هي المشاريع اللي هي بتبقى يعني انفراستراكشر الكبيره يبقى في اخذ وعطاء ما بين يعني في كلام ما بي يعني ما بين المسؤولين وما بين الشركات، يعني يا جدعان لا انتوا بتهرجوا في الموضوع ده بس يعني.
يعني يمكن حضرتك خلصت، انا كنت اقول حاجه تانية بس لو حضرتك خلص. لا 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 لا، حضرتك كمل كمل اتفضل. لا يعني هي ملحوظه جانبيه مالهاش علاقه بكلام حضرتك يعني، عشان ايوه كده ايوه انا بستنى حضرتك تخلص الاول. لا انا خلصت كده، انا خلصت. لو يعني في الجزء بتاع الجوفرنس، يعني الجزء بتاع الجوفرنس والكوربشن والكلام ده، يعني احنا كمهندسين مقاولين يعني سمعتنا زي الفل في الموضوع ده يعني. يعني مشهوره مشهوره المقاولات، مشهوره المقاولات في موضوع مثلا شركات في غسيل الاموال مثلا، اللي هو انت عندك طريق 100 كيلو احسبه كم متر مربع مش عارف ايه، فانت انت بس يعني لو لعبت مثلا نص سنتي في طبقه مش عارف ايه ايوه هتشوف هتفرش معاك في الطريق قد ايه. فانا ممكن اعمل غسيل اموال مثلا بطريق مثلا طويل، مثلا اغسل لي مثلا 50 100 مليون هو ده في الحقيقه، وضميرك لا يعني. يعني لا هو في فانا الحقيقه لا، انا الخطر يعني في بالي ان هو يعني مشروع كبير من بروجكت اللي مثلا وزاره الدفاع ولا حاجه، لا 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 او لا، انا حاجات مش قصدي، ضخمه يعني، او انا حاجات مش ضخمه. قصدي، انا انا مش فاهم قصدي خالص، انا مش فاهم قصدي على كلام انا فاهم حضرتك، انا قصدي بعد، انا قصدي على كلمة ان هي حاجات ضخمة، فانا قصدي بقى اللعب فيها يعني ايوه طبعا. حساسة جدا. انت بتقول يعني في فرق سعر المتر ده، شوف بيسمع في كام متر، فساعتها لما انا مظبوط اقول لك اه مظبوط فانت تقول لي فرق جنيه او 2 جنيه، فحدش ياخد باله، بس جنيه 2 جنيه ده شوف ده بيسمع في قد ايه. ايوه بس طبعا يعني دي ملحوظة جانبية يعني مالهاش اي علاقة بكلام حضرتك خالص. ايوه طبعا أيوة. اشكرك مره ثانيه، واشكر طبعا الدكتور المهندس عمر، يعني شكرا جزيلا. ألف شكر حضرتك، جزاكم الله كل خير يا دكتور، الله يكرمك أستاذنا، وإن شاء الله مع حضرتك بإذن الله في الكورس دوت والكورسات الجاية بإذن الله نحاول نورثك على الهواء يعني. جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله الميعاد بتاعنا الخميس الجاي. طموح انت ما شاء الله. إن شاء الله يا دكتور، يعني عندنا أمل. ان شاء الله خير، جزاكم الله خير على الاستماع، في يلا نشوفكم. باشمهندس دكتور عنده سؤال؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بنشكر حضرتك خالص على المحاضرات القيمة دي يا دكتور. تمام. أنا بس أقول حاجة سريعة كده. تمام. أنا شغال في القانون الناشونال، إحنا عندنا قسم لا لا مهندس. لا لا، صوت حضرتك بيقطع، انا مش سامع حضرتك شغال فين. في الخرافي ناشونال. تمام. خرافي، اهلا وسهلا. تمام، احنا عندنا قسم معدات. قسم ايه؟ قسم معدات، قسم معدات. قسم معدات. اوكي. شغال مثلا في مشروع معظم شغلنا انفراستراكشر، بيقدر لا لنا المعدات. انا مش سامع اي حاجه خالص، صوت حضرتك مش واضح، كده واضح حضرتك؟ او مش ما اظنش المشكله في المايك يعني، مش عارف هو في صدى طب الو جرب تاني، جرب تاني. ها حضرتك. انا سمعت ان حضرتك شغال في الخرافي، فعندكم قسم خاص للمعدات، بعد كده ما سمعتش. تمام كده تمام طيب جرب كده. ماشي. المهم ان بيأجر، بنأجر للمشاريع تمام المعدات بتكون بأسعار ممكن تكون أعلى من بره. فاهمني؟ تمام ممكن أنا في المشروع مثلا بيكون مش مشروع طرق ولا كده، بيوصل مثلا في نهاية المشروع أنا الكوست سنتر أنا واخد 10 مليون معدات. ممكن لا 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 ثانية، ممكن يكون مشروع، أنا سمعت إنه إن أنتوا يعني قسم المعدات بتاعكم بيأجر لكم أنتوا المعدات في نفس الشركة بالظبط بأسعار ايوه أعلى من بره، بعد كده ما سمعتش إيه اللي حصل. وده البروسيجر بتاع الشركه. فاهمني حضرتك؟ ده الإيه؟ دي الاجراءات المتبعه في الشركه، وده النظام بتاع الشركه عندنا. فبيوصل مثلا مشروع يكون مثلا مش طرق، مشروع عادي اللي هو مش طرق عادي، محطه كهرباء مثلا، اخر المشروع مثلا بلاقي عليه 10 مليون جنيه. فاهمني حضرتك؟ فالامر ده لو ما اتخذش فعلا في التسعير في الاول ان انا ما حسبتوش كويس، لا العمليه بتفرق جدا جدا في الاخر يعني. فاهمني؟ بس انا الناس اللي بتسحر وكده لازم برضو يكون اتاش مع الناس اللي بتكون فعلا التنفيذ. بالظبط يعني زي ما حضرتك قلت، يعني في اول في قبل كل ايتم دايما بقول يا جماعه لو انت عندك داتابيز وانت عارف تتعامل مع ايه، ارمي يعني ارمي الحاجات بتاعت المانيفاكتشرر او الستاندردز على جنب، يعني انت خلاص انت عندك داتا حقيقيه واقعيه، فدي يعني تبقى ادق حاجه. احنا في التاني احنا هدفنا الدقه، فوات ايفر الطريقه اللي هتجيب لك ارقام مطابقه للواقع هي دي الحلوه. بالظبط بقى. فاحنا فعلا في التسعير بنحتاج لمديرين مشاريع فعلا، عشان هيفرقوا جدا في موضوع التسعير يعني. بالظبط. بس فده كنت امر انا احب انوهه يعني. جزاك الله تمام. خير. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك، وعليكم الله يكرمك أستاذ، الله السلام. يكرمك، وعليكم السلام.